سلمى، رح نحكي اليوم عن موضوع يمكن الأهل يلاقوا شوية صعوبة فيه، لأنه أكيد أغلب اللي عندهم أطفال سلمى ومع هي الظروف الاقتصادية الصعبة ممكن يلاقوا صعوبة بتعويد أطفالهم، إن كان على الادخار أو ضبط المصروف أو نعلمهم كيف نحن نشتري الأشياء المهمة فقط بحياتنا. كيف أوقات سلمى ممكن نعمل مطمورة صغيرة للطفل؟ كان عندك هيك شيء؟ لهلا عندي مطمورة أنا فيها. كان عندي لا لهلا عندي، بس المشكلة إنه ما بخاف افتح بقول خليني عم صمد اكثر، خليني هلا كل المصاري اللي فيها ما عاد فيها. ومين عودك؟ خلينا نقول هي الفكرة. الاهل اكيد. الاهل هون بدنا نحكي عن دور الاهل كثير كبير بتعويد الطفل، ان كان على الادخار ان كان على المصروف الصح، ما نشتري اي شيء ممكن يطلع بطريقنا، وهذا الشيء اللي هو صعب اليوم نتيجه الظروف الاقتصاديه الصعبه. وحتى الاهل يلي فينا نقول عنهم مرتاحين ماديا لازم يضبطوا هي الحاله عند الاطفال. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتوره شفاء سوان. صباح الخير دكتوره. يسعد صباحكم يا ميت هلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي يا ميت هلا. يسعد صباحكم. يعني رح نبلش دغري ونحكي عن موضوعنا اللي اليوم يمكن الشغل الشاغل للناس، انه انا قد ما عطيت ابني مصروف بحس اني انا ماني مكفيه، وبحس انه هو دائما بيطلب 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 مصروف، وبنفس الوقت اذا عودته على مبلغ فهي شيء مو صح. كيف انا بدي اتعامل مع موضوع المصاري مع اطفالي؟ هلا اهم شيء نخلي عنده الوعي المالي، يعني انا بعطيه مبلغ معين بخليه يشتري لي غرض، اول مره يمكن ما يزبط منيح، بعلمه بقول له هي الشغله هيك صح، هيك بدك تنقي، هيك بدك تساوي، هيك بتصرف، هيك بتحط. شغله ثانيه اني انا حتى لما بعطيه مصروف علمه يدخر لو 10%، اغنى الناس بالعالم هن اللي بيدخروا 10%، وفي ناس كانوا مليارديريه واعلنوا افلاسهم بلحظه من اللحظات بسبب التبذير والهدر، يعني الفكره الغني هو الذي يدخر مو اللي بيصرف كل مصاري. فحتى الطفل من علمه انه 10% من مصروفك شيله، بس انه هو ادخار، ممكن بدال ما تشتري شيء من المدرسه لا خذ معك سندويشه مثلا، خلي هاي الاشياء اللي انت شو جاي على بالك بدك تشتري. دكتوره الشفاء، انا بعطي ابني المصروف بيدخره كله بيرجع بياخذ مني او بيخليني انا اشتري له، فهو يعني مختي جاري بطريقه كثير كبيره. ممتاز. هذا مليونير حيصير. شو نعمل مع هدول الاطفال؟ هدول الاطفال مثلا كثير منيح انه هو بيدخر، بس انت ليش بدك تدخر؟ يعني مو هو بيدخر كرمال انه والله بس ياخذ منك، لا نحن بنقول له في هدف بده يوصل بالادخار. انا بدي اشتري مثلا لعبه معينه، بدي اشتري شيء معين، بدي اشتري كمبيوتر، بدي اشتري لابتوب، بدي اشتري اي جهاز مثلا مفيد لي، سماعات، قصص. فانا دائما الهدف من الادخار لازم يكون عندي هدف، والهدف يكون شيء استفيد منه، مو الهدف شغله يعني ما لها قيمه يعني او ما حتفيدني انا، او ممكن نروح نشتري كتاب او شيء يعني بدال ما اني احطه شغلات ثانيه. وانت اذا قريت الكتاب لك كمان مصروف اكثر، يعني مثلا ممكن اعطيك 5000 10000 اذا انت قريت الكتاب هذا او سويت هذا النشاط او رحت، او مو دائما بهي الطريقه، كمان لازم يكون هو في ترغيب دافع ذاتي انه انت اذا سجلت بهي الدوره رح تستفيدي كثير. وهذا اللي انا بدي اسالك عنه اللي هو المكافاه الماليه. تمام. يعني اليوم كثير اهل صاروا يعتمدوا موضوع المكافاه الماليه بدل ما يشتروا لهم مثلا العاب او شيء، انه ياخذ مصاري يصمدها انه اذا انت عملت شيء منيح انا رح اعطيك مكافاه ماليه. خلينا نحكي كيف بتم التعامل بين الاهل والاقارب والوسط المحيط بموضوع المكافاه الماليه. تمام. يعني انا بحب جده لانه جده بيعطيني مكافاه ماليه اعلى من بابا وماما. تمام. وما الى ذلك مع الخاله والعمه وغيرها من الأقارب. حلو كتير المكافآت المالية، بس مو دائما، لحتى الولد ما يتعلم الانتهازية أو أنه هو دائما ينظر للأهل أو للناس اللي حواليه أنه بطريقة مادية، أنه أنا إذا عملت هذا الشيء أنا ما رح أعمله إلا إذا أنتوا أعطيتوني مصاري. بس الفكرة أنه أنا لما بعامله أنه أنت مصلحتك دائما، لما أنا الطفل بيفكر بمصلحته. هلأ الادخار كمان رح نقول له مصلحتك أنك أنت إذا ادخرت رح تشتري شيء أفضل، رح تشتري شيء معين، ممكن إذا سيارة حبيتها، لعبة حبيتها، قصة حبيتها. فالفكرة إذا عودنا على فكرة المصلحة، أنت شو رح تكسب وشو رح تخسر؟ شو رح تخسر إذا صرفت هدول المصاري حطيتهم بس أكلات طيبة؟ حتخسر إنك أنت بوقت من الأوقات بدك جاي على بالك شيء أنا ماني قدراني كمان أشتري لك إياه، رح أقطع من حالي أنا. كمان فهموا المسؤولية إنه أنا فيني هلا وفيني لا، يعني مو قول لهم بأي وقت أنا فيني، لأنه في أولاد لما قدام أهلهم بشوفوا أهلهم دائما بصيروا بينبحتوا بالأراضي وبصيروا بيتصرفوا بتصرفات مخجلة قدام العالم. فلا، لما أنا بعلمه أنه أنا هلأ فيني هلأ ما فيني هلأ معي هلأ ما معي، فالولد عنده الوعي كتير كبير، كتير ذكي جدا الولد، أنه هو يدرك حتى المشاعر والعواطف تبعك، أنه أنت بتقدري أو ما بتقدري، أنه هذا الشيء بيضايقك أو هذا الشيء ما بيضايقك، فهو بيقدر يعني يلعب على الوتر الحساس بالأهل يعني. فهو ذكي جدا. حكيتي عن نقطة
مرور يعني مرينا عليها مرور سريع، بس هي منشوفها بكتير أوقات، ممكن نشوفها بسوبر ماركت، ممكن نشوفها بمول، لما الأطفال يمكن مثل ما قلتي بيقعدوا بالأرض بيعيتوا بدنا هي الشغلة، لما الأم أو الأب بيرفضوا يشتروا لهم إياها فهي بتصير حالة مخجلة. هون الأهل ممكن بيضطروا ينزلوا لرغبة الولد. تمام. أنا شفت بعض الأهالي بيتركوا الولد لحتى يخلص، ممكن ما يتدخلوا أبدا. شو التصرف الصح بهيك حالة؟ هي أول سؤال. تاني سؤال، ليش الطفل ممكن يوصل لهي الحالة مع أنه في أطفال بيقتنعوا لا؟ تمام. لا إيه هلا هو نوع من الابتزاز، الأهل مثلا بالبيت مانعينه أبدا، أو مثلا بالبيت كمان لما بيجي يكون عنده جارتها رفيقتها قرايبينها بيقعد من بحت بتلبي له رغباته. أما لما بتكون هي مثلا الولد اتصرف أنت شو ما تساويت أنت ما رح تأخذ الغرض لهذا، خلص صر على هذا الشيء، مستحيل يكررها ولا يعيده لأنه حيعرف أنه أي شيء من الإصرار تمام ما حيستفيد شيء. أما لما بيلاقي أهله بيقدر هو يبتزهم بهي الطريقة فهو رح يتشاطر ورح يصير أكثر دهاء بأنه هو يبتزهم بهذا الشيء. فالفكرة أنه أنا حتى لو بيكون بالبيت ممنوع هذا الشيء نهائيا. نعم. أبدا ما حأعطيك إياه، لو شو بتعمل ما بعرف أعطيك إياه. طيب هلأ فرح عم تأشر حالا أنه هي تتعرض للابتزاز العاطفي والمالي من العباس الله يخلي لي، بس الفكرة أنه مثلا فرح بتجيب لابنها كل شيء بدها اياه وبالتالي مع هيك عم تتعرض للابتزاز. طب نحن هون امام حاله واللي هي هلا للاسف صرنا عم نشوفها انه بحجه طبعا الاهل ما في حدا بيحب الا ويكون ابنه من احسن شيء، ومثل ما قلتي انا ممكن اقطع عن نفسي لحتى اعطي ابني وما احسسه انه هو بحاجه شيء، بس كمان هذا الشيء عم يعطي مشاكل، يعني عم تطلع مشاكل سلوكيه، طفل ممكن يتحول لطفل اناني، ممكن يتحول لطفل لا مسؤول لا واعي. طب هون انا كيف بقدر سيطر؟ انا عم بعطيه كل شيء وما هيك هو عم يبتزني عاطفيا او ماليا. شغله سلمى، انه بعض الاطفال يمكن بيحبوا يجربوا، ممكن اكله ما نضايقينه بيحبوا يجربوا، ممكن نوع شوكولا جديد، بس هذا مو مبرر للابتزاز. لا ما هو مبرر، هون نحن بدنا نضو كيف الام تقدر مثل ما منقول خلي ابنها يجرب شيء هو بحبه تمام بدون ما تتعرض لاي نوع من الابتزاز. حتى فكره الاكل بشكل عام، انه انا لما ابني بده مثلا في شغله ما بيحبها، مثلا في اولاد ما بتحب الخضار لانه الاهل اصلا متعودين على قله الخضار او الشغلات الصحيه بالبيت، فهي بدها تجي تفرض عليه وهي اصلا ما لها ملتزمه. لا هي لازم تاكل بطريقه ممتعه للخضار، تلون، تساوي اشكال كثير، تقول له تعال شوف شلون مثلا انه كيف زينا الصحن، كيف عملنا شكل شكل شعرات، شكل ايدين، شكل جنين. فالولد مجرد ما يشوف الأهل، وأنا بخليه يجرب كل شيء، ما بخليه مثلا أنه يتضايق من شيء أو يكره شيء أو قدام، لأنه أوقات كتير هاي القصص كمان قدام العالم بتسيء لإلنا. أما لا، أنه عودنا أي ظرف من مرفي لازم نكون مرنين، أي أكلة ممكن جديدة لازم نجربها، مو شرط نحبها أو ما نحبها، لا هي شغلة بعدين، بس المهم إذا مفيدة خلينا نفكر بمصلحتنا. أنا إذا ابني قلت له مثلا مثل باباي، وقت نحن بنتذكر السبانخ وقصص كنا ناكل كتير سبانخ، بس لأنه باباي هو الفكرة اللي الجوهريه اللي تبع انه العضلات والقوه فانا الفكره نفسها ذاتها الفكره المصلحه، انه انت رح تستفيد كثير، انت مصلحتك هيك، انت رح انت تكون صحتك كثير حلوه، انت وشك رح يكون كثير رايق، انت رح تكون اقوى من رفقاتك، رح يكون عندك همه عاليه، لانه الاكل الشغلات اللي مضره بالصحه بتخلي ثبوط بالجسم، يعني بصير هو ما عنده هالقوه هالهمه، وهو لو كان بعمر صغير كثير مهم الاهل ينتبهوا للعصيرات للسكر لهدول القصص يقطعوها تماما. خلينا السكر الطبيعي اللي موجود بالفواكه اللي موجود بالسمسميه اللي من زمان بيساووها، يعني هي كثير مهمه بالامر الدين بهي الشغلات اللي انا بدال حتى فينا نعمل عصير بالبيت نتساعد، ممكن يتسلى هو بعصير البردقان، هي لحالها انه يعصر كاسه برتقان هي متعه بالنسبه له. تماما، سوي لنا عصير، اعمل لنا هيك، زين لنا صحن، لو نكش المطبخ تماما لو نكت شوي المطبخ، بس حتى بنعلمه بالمطبخ المسؤوليه كمان. انه انت ما تكتر لي جليات، انك انت تحاول تستخدم اقل نسبه من الصحون والقصص، انك انت تقدر تتفنن تحط ممكن نعناع يابس، تحط اوريجانو، تحط قصص، تحط شويه ملح، يعني دائما تعليم الولد كثير مهم المسؤوليه. اني انا بس راقب في ولد صغير في على اليوتيوب امه بس بتسلمه القصص شيف كثير قوي شيف، فالفكره كثير حلوه، هو حيحس كمان بالمسؤوليه ويحس قد ايه مثلا هذا الغرض قد ايه قيمته، قد ايه هذا الغرض لازم نحط منه، فكثير مهم هي القصه تحميل المسؤوليه والفخر، الشعور بالفخر انه انا فخوره فيه، واحكي للناس عن الشغلات الايجابيه اللي هو عم يعملها، ولو كان عم يعذبني بشغلات ثانيه اني اتجاهلها وما احكيها ابدا.
حلوة هاي النقطة دكتورة، أنه نحن نعزز الشغلات الإيجابية عنده، ممكن تعمل رادع عند الطفل أنه نحن نبعد عن الشغلات اللي عم تزعج ماما مثلاً، وهي الشغلات اللي بتقول عنا غلط، وخلينا نركز على الشغلات الحلوة اللي فينا. حلوة هاي النقطة لأنه ما كتير منشوفها بهاي ثقافة الأهل، لأنه دائماً بيركزوا عنه شفتوا شو عمل غلط بهذا المكان، شفتوا شو حكى، وببلشوا بقى يتناقلوا من بيت الجد لبيت الست لبيت بتكتر بتكتر كل ما لا بيفضحوا الولد. بس أنا لما بكون فخور بابني فخره بالشيء الحلو اللي هو عم يساوي، عم يخليه عم يمنعه من شغلات تانية، مثل نحن بنقول مثلا ابن العيلة ما بيغلط، لأنه لما بيكون فخور بحاله وبعيلته بالإنجازات اللي هو حققها مستحيل يكون عنده أغلاط مسيئة لإله. فنفس الشيء فكرة الطفل، الطفل هو كمان فطرة، يعني لما بيكون فخور بشيء بحاله بيبطل يفكر إنه والله أنا سويت هيك وكذا، بيتجاوزها دغري بيتجاوزها. فكل ما كان الإنسان عنده الأنا، حب الأنا بطريقة مو أنانية، إنه أنا بحب ذاتي لأني أنا عملت هيك اليوم الصبح، لأني رتبت تختي، لأني عملت أشياء إيجابية مع أهلي، لأني قلت صباح الخير للناس اللي حوالي، لأني ما أزعجت حدا مثلا أبي نايم أو أمي نايمة ما أزعجتهم. فهون هي كلها رصيد، وخلينا نعمل رصيد نقاط عنده بالغرفة، وهذا رصيد النقاط حينبنى عليه هدية. مثلا انت مثلا حدا ولد جاي على باله شيء معين او كتاب معين او شيء، بحطه هديه لهي النقاط، او مثلا هي النقاط تكون عباره عن مصاري مثلا، انه قد ايه المبلغ بيطلع باخر الشهر هيك مبلغ. فهو على فكره كثير بيعزز انه انا نقاطي الايجابيه وبحب ذاته كثير، وبصير اصلا السلبيات كلها لحالها بتتلاشى مجرد ما ركز على الشيء الحلو الايجابي اللي فيه. دكتوره شفا كنت عم تحكي عن فكره، للاسف هي بقدر ما فيها شيء ايجابي بقدر ما فيها شيء سلبي، له علاقه بالموروث الشعبي اللي موجود عنا والمجتمعي، انه ابن العيلة ما بيساوي، ابن العيلة ما بيغلط. وبنفس الوقت كمان احيانا كتير بنشوفها هي عند كتير اسر اللي بيكونوا الاهل اصحاب مهن، فبياخذوا اولادهم من هنا وصغار ليتعلموا نفس هاي المهنة، وخصوصا بنشوفها عند الشباب اكثر، لازم تصير رجال من بكير، لازم تتعلم المسؤولية، تحمل مصروف، فبالتالي بنفقده جزء من الحياة الطبيعية اللي هو تماما بحجة انه انا بدي اتعلم المسؤولية واعرف قيمة القرش. تمام. هي بيشوفها بعدين لما بيكبر وبتنعكس على اولاده، يا بيربي اولاده مثله يا بيطلعهم ما عندهم مسؤولية ابدا، لانه بده يعوضهم فاقد حرمان اللي هو الشيء اللي صار معه. خلينا نحكي، هل صح انا اخذ طفل بعمر معين نزله على السوق وعلمه المصاري وكذا وكذا وغيره؟ هلا هو هذا صح جدا، بس الفكره اذا شيء مو شغفه اصحك تفوته على هذا المجال. مثلا انا ابي طبيب، مو ضروري انا اكون طبيب، يمكن اكون فنان، يمكن اكون موسيقي. في شب حكوا لي من كم يوم يعني، وفي كثير نماذج، ابوه فرض عليه يدرس ريفيكا رياضيات وفيزياء وكيمياء لانه هو ابوه هيك بده، بعدين خلص وبعدين طلع موسيقي عالمي هلا باوروبا من الموسيقيين العالميين. الفكره انه هو ليش اخذ الشهاده كرمال يرضي ابوه؟ هي الشهاده النصيبه هي منيحه، بس عم نحكي على الامور التجاريه اللي بيعوده انه يقعد بالسوق او يصير بمحل، وبالتالي بيهمل الدراسه كلياتها. لا لا ما بيهمل الدراسه، انا بعلمه ليش، لانه التجاره كمان بتعلمه الدبلوماسيه، بتعلمه كيف يتعامل مع الاخرين. لا كثير حلو بهي 3 اشهر بدل ما يقعد بالبيت، او ممكن يعمل دورات، او ممكن المهم فتره 3 اشهر ما يقعد فيها الولد بالبيت. هي قولا واحدا، اما يتسجل بمعاهد وممكن معهد وشغل، يعني انا خليه يروح يتعامل مع الناس ويصير دبلوماسي ويعرف قيمه المصاري ويطلع مصاري. وهي القصه كثير مهمه، مثلا اللي مثلا ابوه نجار او حداد او كذا او رسام، يتعلم هي سر المهنه، يعرف قيمه المال، لانه الطفل لما بيعرف قيمه المال بيعرف كيف يصرفه، بيعرف يتصرف بطريقه صح، بيعرف كيف يدخر ليعمل شيء معين، بيعرف كيف يتعامل مع كل مهنه على حده. يعني مثلا شو اسرار كل مهنه، في لها اسرار، فهو ممكن يلقطها صغير. في مشكله مر عليها احد يعني اقاربي، في طفل عمره 14 سنه طلع بالبلاط كثير شاطر، فاخذ رفقاته قال شو اخذ اولاد، عم نهوله الشيء اللي هو عم يشتغل عليه بفتره قصيره جدا خلال 3 ايام، مع انه هي ممكن تاخذ شهر. بس ليش الفكره؟ الفكره انه جده بلاط وابوه بلاط وما بعرف شو، فهن اخذينه ابا عن جد، فكان في يعني جدعنه وكفوله واتقان جوده كواليتي عاليه. فالفكره ليش؟ لانه هذا الولد وعي. اكيد انا بركز على قصه التعليم مهمه جدا، بس كمان قد ايه هو فخور بحاله انه هو عم ينجز شغلات عظيمه بوقت قصير وباتقان عالي كثير كبير.
مو غلط ابدا نفوتهم لمهن، بس المهم جدا نركز على اخلاقهم جدا جدا ونركز على التعليم. طبعا المهنه لما انا بعلم ابني مهنه مثلا هي البلاط، هي مهنه كثير رائعه لما بيكون متقن لها وهو مبدع، يعني بيكون انسان يعني منتج بالمجتمع. اما الانسان العطال اللي هو ما بيقدر ينتج شيء او ما بيقدر يعمل شيء، كل انسان كل امرئ ميسر لما خلق له، كل انسان هو لازم نشوفه بمنظر الابداع بالمكان اللي هو فيه. لما انسان بيشتغل شيء بس كرمال المصاري فهو ما حيبدع، لما انسان يشتغل شغفه وهو بيحبه وفخور فيه فهو رح يبدع ورح يكون حتى السمعه يبني السمعه كثير حلوه. فخلينا نعلم من اولادنا المسؤوليه وبناء السمعه منهن، والاطفال كثير هي بتاثر عليهم بالكبر يعني وحتى على شخصيتهم، بيصير متحمل للمسؤوليه عنده. ما نقول بمعنى الرجل يعني بمعنى الانسان الساعي اللي هو بيقدر يعمل شغلات كثير عظيمه وحتى بعمر صغير، يعني العمر ما له علاقه، العلاقه قد ايه انا بحمله مسؤوليه وقد ايه انا بكون فخور فيه بالشيء اللي هو عم ينجزه. خلينا كمان دكتورة نضوي على مشكلة ممكن يتعرض إلى الأطفال بالمدرسة لما نشوف الفروقات الطبقية بين الأطفال. طفل مثلا بياكل بياخذ خرجيه هالقد، الطفل الثاني ممكن ياخذ خرجيه كثير صغيره، فهون ببلش حاله الانزعاج من الطفل انه انا بدي اكون مثل رفيقي، ليش ما بشتري مثل ما بيشتري هو. كيف الام بتقدر تتعامل مع هذا الموضوع مع طفلها وتوعي انه يمكن لك العيله الى ظروفها، ممكن اللي عم بعطيك اياه هي قدرتي او كل شيء معي حتى. تمام. إيه كمان خلي الطفل يقارن ذاته بذاته، يعني انا ما بخلي طفلي يقارن حاله باي طفل ثاني، انا قارن حالي بحالي، انا شو الشغلات المميزه فيني، انا شو الشغلات اللي عم بعملها منيحه، انا شو الشغلات يمكن هذا متفوق دراسيا اللي مصروفه قليل اكثر من اللي تماما اللي عم ينعطى له مصاري هو ما عم يقدر هذا الشيء. ممكن هذا الطفل عنده شخصيه محبوبه اساتذته بيحبوه كذا وهيك، الشخصيه الثانيه لا معتمد على انه والله اهلي عم يعطوني مصاري انا بشتري كل شيء وبعمل كل شيء، بس هو ما له محبوب، شخصيه انانيه ما عنده هذا الإيثار أو الحب أو العطاء يعني. فالفكرة قديه لو أنا بعطي ابني مبلغ قليل بس المهم قديه هو بيعطي، قديه هو بيوزع، قديه هو بيحب الناس، قديه هو بيقدر إذا رفيقه جوعان يعطيه سندويشته، سندويشة نص سندويشته أو شيء ثاني. كتير مهم نعلم الأولاد هاي القصة لأنه أول شيء وآخر شيء اللي حيستفيد هو نحن. يعني انا ابني اذا علمته الحنيه حيكون حنون عليه، اذا علمته القسوه مع الاخرين وانه يرد الاساءه بالاساءه كمان حيسيء لي لما بكبر، لانه هو ما تعلم شيء اسمه تسامح او الحب او العطاء الغير مشروط والغير محدود، اني انا اعطي بالوقت اللي انا فيني اعطي يلي انا فيني، حتى لو انه الايثار يعني انه انا مثلا طفل ما اكل انا اطلع ولاحظ هي الشغلات الانسانيه. اول شيء بيستفيد منها هو الاهل طبعا لما الانسان بيكون بيربي ابنه على هي الشغلات اللفتات الحلوه الانسانيه. أكيد كمان يعني اليوم نحن عم نحكي عن هذا الموضوع لأنه نحن بظل ظروف اقتصادية صعبة وبالعموم الحرب بشكل عام أنتجت خليني أقول بيئة مجتمعية فاقمت من أي مشكلة كانت موجودة عنا سابقا، وهلأ عم نشهد عم نشوف حوادث كتير سببها طبعا الظروف الاقتصادية، سببها قلة الوعي من عند الأهل، الملام عليها عم بيكون المجتمع بالبداية. يعني نحن لو ما في سكوت دائما على الأخطاء، تلافي الحديث من الخوف من العين المجتمع انه انا ما بدي اقول المصيبه اللي عندي مشان الناس ما تحكي علي، فبالتالي بسمح لهي المشاكل وللاجرام يزداد ويتوغل. خليني احكي كمان عن موضوع انه الشخص دائما يكون عنده حاله هي الرضا، قد ايه صرنا فاقدين هذا الموضوع. تمام. يعني اهل زمان كانت كلمه الرضا موجوده على لسانهم والقناعه موجوده قول وفعل بحياتهم، شو اخبارك رضا عايشين. هلا ما بنسمع شو اخبارك زفت، ما بنعرف شو بدنا نساوي بكره، ما بنعرف شو بدنا نعمل. دائما حاله كمان النقب بتولد عند الشخص انه انا بدي يصير منيح ولو بالمصاري على حساب اي شيء ثاني. تمام. من قال هلك الناس فهو اهلكهم، يعني هو اكثر حدا سيء فيهم. الفكره انا لما بقول الحمد لله على ابسط الاشياء وبشكر الله على ابسط شيء وبمتن للنعم قد ما كانت بسيطه هي حتزيد وتفيض اكثر. لما انا حتى بقانون الجذب ما تركز عليه تحصل عليه بقوه، وفي ترددات انا لما بشعر وبحكي كلمات هي بتنم عن الفقر والعوز والقله وانه انا بحاجه وانه كذا الله هي رح تتراكم تماما. هي رح تصير الكون يستجيب لكل ما نحن نتكلم به وكل ما نحن نفكر وكل ما نشعر به. يعني انا بقول انا غني انا غني بس انا ما بشعر بهذا الغنى ما حيتجلى هذا الغنى بحياتي. بقول انا غني اشعر فيه وافكر فيه واتكلم عنه واقول عن اني انا غنيه
غنيه بالنعمه اللي الله اعطاني اياها، غنيه بصحتي، غنيه بعافيتي، غنيه باولادي، غنيه بالشيء اللي انا موجود عندي، بوظيفتي، برفقاتي، بالناس اللي حوالي، باحد اقاربي، بشغلات كثير بحياتنا. ممكن الغنى هون انه انا بشوف شو معي مو شو ناقصني. عقليه الفقير يفكر شو بناقصني مو شو عندي. فكل ما ركزنا حتى بمجتمعنا لازم نغير هاي النظرة. قد ما كانت الظروف سيئة البلوى تعم والرحمة تخص. أنا لما بشوف أني أنا بشكر وأنا من الناس اللي بمتل النعم ولو أقلها، أنا حتزيد وتفيض عندي. أما لما دائما بحالة شكوى فهي كمان رح تزيد عندي بالقدر اللي أنا بنقفي وبالقدر اللي أنا بحكي عنه وبالقدر المشاعر والأفكار وبقدر الندرة. مثلا أنا رفيتي بالشغل أنا ما بحب أني أقدم لها، ما بحب أني أعطيها، ما بحب أني أعلمها. ليش؟ أنه أنا بخاف أنها تأخذ لي مكاني. هون صحيح. قانون الندرة هون هي رح تلاقي نفس الندرة اللي هي زرعتها. بينما قانون الوفر أنه أنا بعلم غيري، بعطي، بقدم، بساوي، كلها رح ترجع علي بالنهاية، مو ضروري من نفس الأشخاص اللي عملت معهم، لكن الكون هو مليء بالوفرة. لازم نفكر بهذا الشيء لحتى تعطينا الوفرة اللي نحن. قانون الكارما دكتورة. تمام، الكارما والانعكاس. تمام. بدنا نشكرك كثير دكتورة، يعني مساحة لطيفة كنا فيها. نتمنى أكيد نحن نعرف نتعامل صح مع أولادنا، كل تصرف لو كان صغير هو حيترك أثر كتير كبير عندهم. شكرا دكتور. يا ميت هلا. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. الله يعطيكم.